نشكر الشباب على المجهود وانهم على قولهم حرصوا يكونوا موجودين ليطرحون هالمشكله. انا بقول لكم شغله، في بعض الجماهير وفي بعض الناس ما تابعوا بدايه، فاللي متابعين جدد معنا الاخوان ماجد ومحمد الشريف وسالم رايت ابوك كانوا موجودين في مبادره قبل تقريبا 4 سنوات تحديدا زد رصيدك 3. صح. وكان البرنامج عن الاعاقه الحركيه بالضبط، وكان عندهم وقف قيمه الوقف تقريبا 22 مليون تقريبا 22 مليون او حول الدعوه. فسوت قناه بدايه حمله، مده الحمله كانت 6 ايام يا شيخ. نعم تقريبا 6 ايام واكتمل 22 مليون بالضبط. ما شاء الله. هالوقف هذا الان موجود على الارض، دخله سنويا 3 مليون ريال. ما شاء الله. دخل الوقف ذا مستفيد منها الشباب والجمعيه مستفيده منها، سيارات وعربيات وبرامج وامور كثيره. هذه رساله للناس اللي قاعده تحط ريال واحد، ان ريالكم قاعد الان ينتج. وانتج مع الاخوان جزاهم الله خير وهم الان شغالين. في معلومه يعني مهمه جدا، تخيل هالمبلغ 22 مليون 18 مليون منه كان المتبرعين من ريال الى 1000 ريال. الله. شوف شلون ترى يعني ريال واحد الى 1000 ريال وصل 18 مليون. يعني هل دفع ريال الى يومها الى اليوم هذا ما شاء الله اجر مستمر له. وان الريال مؤثر. نعم. الريال مؤثر. صحيح. صح. وفي الزمن اللي احنا فيه النشر يعني الازرار ياثر، الريتويت ياثر، نشر التغريده هو ياثر. فاحنا ودنا اول شيء هالنقطه هذه نبينها للناس اللي ما يعرفون، ترى في بعض الناس ما تابع القناه الا اليوم، فنقول لهم الجمعيات اللي تعاونت مع قناه بدايه هذا الانتاج. صحيح. اي والله. نعم صحيح. انا حجيت معاهم السنه احلى حجه. احلى حجه. وتمتعت معاهم وصرت حتى يجيبوا لي السواق ابو الخير معانا بالسياره تشيلني. وهذا من النتائج اللي حصدناه احنا من قناه، وكنت والله معاهم في رحله الحج، تعلمت منهم تعلمت منهم وبكيت معاهم وضحكنا معاهم. فالله يجزاهم خير يعني صراحه. ابنائنا في جمعيه اعاقه حركيه هم الان شايلين هذا، والاستاذ محمد حمالي يعني كانوا واقفين وماجد كان ما يطلع، اخر واحد يطلع لما يطلع اي واحد معاق هو اخر واحد. ماجد كفو استنى، والله كنا نمشي يقول لا انا استنى. ما شاء الله. فلعاقه، والان في اوقاف نبع الحنان وغيرها مرت، والان الناس بتقطف، لكن انت حتقطف بعد حياتك جنه النعيم باذن الله. واول زمان كانوا يحافظوا على الوقف، فالان خلال 6 ايام لمينا 22 مليون. الان باقي كم على الوقف نبع الحنان؟ باقي النص الان. ان شاء الله يكتمل خلال 6 ايام او 10 ايام. وهذه رسالة، هذه رسالة للناس من القناة للناس، الجهات اللي تتعاون مع القناة وجهات رسمية ومعتمدة وجهات قاعدة تنتج. اما اليوم الموضوع عشان ما بحرق على قولهم عليكم، لان يمكن طرحي انا يختلف عن طرحكم انتم لانكم انتم اهل المعنى. انا اعرف الموضوع اصلا من السقيلة من اسبوعين تقريبا. من بركات بيت الحكمة اللهم لك الحمد والشكر، ان كل ما ننسق في موضوع تمشي الامور الحمد لله بسهالة، لان ان شاء الله النية طيبة باذن الله. والاخوان هنا والله جايين اغلبهم، الاغلب يعني جاي متطوع، ما هو ياخذ ريال يعني ابدا. واللي ياخذ مكافاه بسيطه والله ما هي بالتعب اللي قاعد يصير ابدا. ف من يبدا استاذ محمد ولا ماجد عندك انت؟ طيب الموضوع الان اتمنى من الجميع امهات واباء وبنات وشباب، اتمنى الموضوع جدا مهم، والموضوع فيه خير وفيه نشر لذكر الله سبحانه وتعالى، في اهتمام بالتنمية في المملكة العربية السعودية، في نشر للمسلمين، أمور كثيرة كثيرة. تفضل طال عمرك.